شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في أعمال الدورة 16 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية تحت شعار المشاركة الضمير والإسلام فلسطين والهجرة وأفغانستان. وشارك في أعمال الدورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية والدبلوماسية للدول الأعضاء في اتحاد المجالس بمنظمة التعاون الإسلامي وأعضاء 50 برلمان من مختلف الدول. وناقشت الجلسة الافتتاحية تعزيز التعاون مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والقضايا المدرجة في جدول الأعمال والتحديات المشتركة التي تهم العالمين العربي والإسلامي، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتبادل الحوارات لتحديد الأولويات والإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها لإيقاف التهجير القسري وسياسة الاستيطان التوسعية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأدوار التي ينبغي أن تطلع بها البرلمانات العالمية والإسلامية والعربية للعمل المشترك لنصرة القدس. وقد ألقى رئيس مجلس النواب كلمة في الجلسة قال فيها: ولا غرو أن نجتمع والمرة الثانية في أسبوع واحد على شان بالغ الأهمية والاستحقاق، إذ لا أهمية كأهمية القضية الفلسطينية وقضايا أمتنا العربية والإسلامية ومنها اليمن الذبيح بأيد طائفية خبيثة. نجتمع هنا بقلوبنا وأفكارنا من أجل الملايين من أمتنا الإسلامية، وتأخذ فلسطين منا قلب المسؤولية، فهي المركز وفوهة البركان، وهي المظلمة التاريخية التي تكبر وتتسع وتزيد جراحها على جراح، وهي القضية التي تتمدد على حياتنا وتتسع وتنفجر، بل وهي جذر أساس كل مشاكل الشرق الأوسط الأمنية، وواحدة من مسببات رد الفعل عن العنف الإسرائيلي وتطرفه وبشاعة إجرامه، فضلاً عن أغلاق إسرائيل كل أبواب السلام وإفشال كل مساعيه وإسقاطها كل الاتفاقات، وحرمان شعب فلسطين من ممارسة حقوقه وإقامة دولته وعاصمة القدس. واليوم مآساتنا أكبر وجراحنا أعمق وأنيننا لا يطاق في عدة دول عربية، من بينها بلاد اليمن التي يعاني من العصابة السلالية الحوثية المدعومة بكل أدوات الدمار والخراب من أصدقائنا وأشقائنا وجيراننا في إيران، والأفكار الإيديولوجية المدمرة والمذهبية المقيتة. وها أنا أقف أمامكم في هذه اللحظة والمعارك الدامية مستمرة، بلغ فيها القتل ذروته والحرب عنفوانه، وفي هذه اللحظة أكررها للمرة الألف، يقتل أبناء شعبنا من قبل العصابة الحوثية، والعالم يتفرق، ومدينة مارب التاريخية والحضارية تتعرض للحرب المدمرة رغم احتضانها للملايين من اللاجئين الذين فروا من قهر الحوثي وبطشه من المحافظات الأخرى، وها هي طاردهم وحياتهم في خطر، وتاريخ مارب وحضارة اليمنيين جميعا تتعرض لخطر داهم وحقيقي. السيدات والسادة، أخاطبكم باسم إخوانكم البرلمانيين في بلدنا الجريح اليمن الذي استبد به الإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ويعاني أبناءه من بطش وتجويع وتهجير وقتل وتفكيك لبنيتهم الاجتماعية وتهديد لوجودهم وتطورهم معا وخطفا للقمة العيش من أفواههم، أناديكم وأناشد فيكم روح الإسلام أن تعملوا على إيقاف تغول العصابة الحوثية التي لا فرق بين ما تمارسه بحق وطننا وأبنائه وما وصلت إليه معاناتهم وما يمارس الصهاينة بحق الشعب الفلسطيني. إن معاناة شعبنا تكبر لحظة بعد أخرى، ولو لم نجد أشقاء كرام بالمملكة العربية السعودية خففوا من آلامنا وأحزاننا وشاركونا في السراء والضراء لكانت مأساتنا أعمق.